اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، وخضع لها كل شيء، وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطية أخطأتها، اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توضعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع متضرر، أن تصامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا خانعا وفي جميع الأحوال متواضيا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وعنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته، اللهم عظم سلطانك وألا مكانك وخفي مكرك وزهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرة ولا لقبائحي ساترة ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي، ظلمت نفسي، وتجرعت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي، كم من قبيح سترته، وكم من فاضح من البلاء أقلته، وكم من عسار وقيته، وكم من مكروه دفعته، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني النفعي بعد عملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي، فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي،
ولا تفزعني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأهوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيره أسأله كشف ضري والنذر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تضييق عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدوده وخالفت بعض أوامره فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه خضاء والذمني حكمك وبلاؤك وقد عتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مطعنا معترفا لا أجد مفرا من مكان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالح برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدي وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتي ولهج به لساني من ذكري واعتقده ضميري من حبي وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتي هيهات أنت أكرم من أن تضيئ من ربيت أو تبعد من عدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك صاجدا وعلى ألسن نتقد بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طايا وأشارت باستغفارك مضعنا ما هكذا الذنب ولا أخبرنا بفضلك أنك يا كريم يا رب يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفيا قليلا من بلاء الدنيا وأخوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه
قليل مكسو يسير بقاء قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها ذج وأبكي لأليم العذاب والشدة أم لطول البلاء ومدته فلئن سيرتني للعقوبات ما أداي وجمعت بيني وبين أهل بلاي وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائي فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على هر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي يفضل فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأذجن إليك بين أهل هذا جيجل عاملي ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياس المستغيثين يا غياس المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاقت عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يزج إليك زجيج معمل لرحمته ويناديك بلسان أهل التوحيد ويتوسل إليك بربوبيته يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما صلف من حلمك ورافتك ورحمتك أم كيف تعلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يهركه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في إتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الذنب ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولما حكمت به من تعظيم جاهدي وقضيت به من إخلاد معاندي لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك قسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك
قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر هذي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولة وعمالي عندك مقبولة حتى تكون عمالي وأرادي كلها بردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أهوالي. يا ربي جوارحي واشدد على العظيمة جوانه وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المباردين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكده واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لدي فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجة وقلبي بحبك متيمة ومن علي بحسن إجابتي وأقلني يسرتي واغفر لي زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وذمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت
مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من عدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من راس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا صابغ النعم يا دافع النخام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا.